حياتي تشبه قصارى، يعزف للرب مهارا. طارة تعزف أحزانا، ودائما تعزف انتصار. أما أنا فصلاة، فأنت لي النجاة. هو لذة الشفاء، إليك النفس فبنور وجهك أسطى، وسرور منك أسمع. يا قوتي أحبك يا رب، بل صلاتي أنت حصن حياتي، قوتي أنت ونجاتي. أنا لك لروحك، حياتي تشبه قصارى، أنا فصلاة، فأنت لي النجاة. واسمك الحياة، هو لذة الشفاء من هول موج البحار. أعنتني من الأقطار، أعطيتني كل انتصار. يا قوتي أحبك كسهم طائر في النهار. تربص بي الأشرار، أنقذني صليبك. حياتي تشبه قصارى، يعزف للرب مهارا. طارة تعزف أحزانا، ودائما تعزف انتصار. أما أنا فصلاة، أنت يا رب كنت معنا عند قيام الناس علينا. يمينك تعطي أمانا، يا قوتي أحبك كشعلايا للمياه. كعطشي لك يا إلهي، أنت خلاصي ورجائي. أنا لك لروحك، حياتي تشبه قصارى، الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم عن كلمة في قاموس أغلب الرجالة، هي بالضبط تساوي الحب، هي كلمة الاحترام. للأسف كتير من الستات مش فاهمين إن الكلمة دي هي التعبير
ما كانش الوحيد يبقى الأهم في قاموس الحب عند الرجل. يعني يمكن أهم كلمة في قاموس الزوجة هي الحنان، مستنية جوزها يبقى حنين عليه بكل أشكال الحنية. إنما الرجل بيحس بحب امرأته أكتر بالكلمة دي، بالفكرة دي. والاحترام كده كده لغة حب، يعني لما بتحترم واحد في الشارع بيحس إنك بتحبه، لما بتحترم طفل صغير بيحس إنك بتحبه، لما بتحترم فكرة بتتقال بتحب صاحبها. فالاحترام كده كده لغة حب، تعبير حب مهم. لكن للأسف في ناس بتقول أو بتعتقد إنه ممكن يبقى في حب بدون احترام، ودي الحقيقة فكرة غلط مش حقيقية. في ناس ممكن تسخر من عيالها وتهين عيالها وتنادي عيالها بكلام وحش أو تهين اللي حواليها، وبعدين يقول ما أنا بحبكم، كدبة خدعة. حياة ما ينفعش، مش ممكن ده يبقى مع ده، ما تجيش ما تمشيش الحكاية. لأن الحب لازم تحترم اللي قصادك، ده مش بيلغي التأديب مع الأولاد والقواعد والحدود، لكن فكرة إهانة يعني قلة احترام، دي عكس كلمة حب، ما ينفعش تبقى تمشي مع كلمة حب. هقول شوية أفكار كده في النص ساعة دي، يعني الواحد يراجع نفسه عليها. وزي ما بقول لكم انا مش مركز على الجواز بس، لان عارف انه في ناس مش دي قضيتها دلوقتي، لكن بركز على الحب كحب، لان علاقتنا بربنا حب وعلاقتنا بالناس حب. ولو عرفنا نمشي على القضيبين دول هندخل السما، نحب ربنا نحب الناس هنوصل السما. ما عرفناش نحب ربنا صح، ما عرفناش نحب الناس صح، مش هنوصل. فاذا احنا بنتكلم في حاجه خطيره وحاجه روحيه مهمه قوي قبل ما تكون حياة عملية أو زوجية أو تربوية أو علاقات. أولا الاحترام تعبير حب. في أفسس بولس الرسول يقول: أما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهاب رجلها. طبعا أنتوا عارفين الشمامسة بيقروها فلتهب رجلها، إنما دايما في الأكاليل تطلع كده يعني، والناس مبسوطة ومعدية الكلام عادي جدا، وبيروحوا يعملوا كده بينفذوا الوصية دي بالذات، تهب رجلها. أما المرأة فالتهاب رجلها. الهبة أعلى درجات الاحترام. الهبة كلمة راقية وشيك ومحترمة جدا عن كلمة الاحترام، يعني أعلى من الاحترام كمان. يعني نفس الهبة دي بتتقال مع ربنا، كلمة الهيبة ده شعورك وانت بتصلي. فإذا كن بولس الرسول هذا الرجل العظيم المليان بالروح القدس اللي فاهم ان اختار دي بالذات للمرأة، المرأة فالتهاب رجلها، عارف كويس قوي ان دي لغة الراجل، ان لو كل راجل حس ان امرأته بتهابه تحترمه حطاه في مكانة عالية، مشاكل كتيرة قوي هتتبخر، الحياة ممكن تمشي سهلة جدا، ويبقى مستعد يعمل كل اللي قاله بولس قبل كده انه يحبها ويحن عليها ويفديها كمان. لكن الحتة دي للأسف بقى ببدع العصر الحديث وإحساس المرأة بأنها مستقلة وأنها ممكن تكون بتفهم أكتر من جوزها، والكبرياء اللي ماشي مع الثقافة العصرية دي بيكسر الحتة دي، بيحسس كل واحدة أنها ممكن ما تحترمش حد ولا جوزها حد. معنى كده الاحترام بيخليك بالحب بتشوف اللي قصادك كبير. الحب او الاحترام يخليك بالحب بتشوف اللي قصادك كبير، تشوفه مهم، تشوفه معمول له حساب، تشوفه مهم لدرجة خايف يزعل. ده العلاقة بيننا وبين ربنا. اقول لكم حاجة، كلمة الله اكبر دي قاموس مسيحي اساس، ربنا كبير. بس على فكرة هو مش كبير عند كل الناس، هو مهمل جدا عند ناس كتير، هي كلمة. انما مين اللي بيقول من قلبه ربنا كبير؟ ده اللي بيحب ربنا، فحاسس ان ربنا كبير، يعني حطه في مكانة كبيرة. فهنا انت بتحط اللي قصادك في المكانة اللي انت عاوزها. في ناس ربنا ورا ظهرها مطنشاه خالص، ما كلامه ما يفرقش، وجوده اساسا ما يفرقش.
هو ربنا كبير، بس هي الحتة دي تعتمد على موقفك انت من ربنا، هو كبير في ذاته طبعا، لكن انت موقفك ايه؟ فهي نفس الفكرة، انت بتحدد موقفك من الاخر. كل انسان محترم جدا في ذاته لانه صورة الله، بس يا ترى انت بتحترمه؟ ده موقفك انت. كل انسان محترم جدا في نظر الله، بس ممكن ما يكونش محترم في نظر اخوه، لان العيب في العتب على النظر. لكن من ناحية ربنا، ربنا بيبص لأصغر طفل بمنتهى التقدير والاحترام، أصغر طفل وأفقر إنسان، حاجة مهمة جدا عند ربنا. بينما احنا بنحترم بطرق مختلف، الغلبان ده مش محترم، الصغير ده مش محترم، الجاهل ده مش محترم، المعوق ده يمكن مش محترم، احنا حاطين معايير تانية، لكن هي من ناحية ربنا حاجة تانية. إذا الاحترام معناه إنك شايف اللي قصادك كبير، مهم، خايف على زعله، معمول له حساب. وهنا بقى تبان حتة إن العاطفة مش هي الحب خالص، لأن ممكن تبقى في عاطفة بس مش معاها احترام. ودي مأساة ناس كتير، إنه يحس بعاطفة تجاه شخص بس ما عندوش مشكلة إنه في وقت تاني يهينه. ما ينفعش. العاطفة دي حب مخشوش، لأن مش مصحوبة باحترام. والعاطفة دي ممكن تبقى غلاف كده لرغبات وشهوات واستغلال وحاجات كثيرة. فإذا العاطفة مش صادقة زي الاحترام، الاحترام أصدق كتعبير حب. احنا كلنا محتاجين نعلى بدرجة الاحترام. سوري يعني أنا عارف إنه كلام صعب شوية، بس أنا وإنتوا محتاجين نحترم كل الناس بدرجة أكبر من كده، لأن ده بالظبط زي ما بقول لكم، تعالوا نحب بعض أو نحب الناس بدرجة أحسن من كده. الاحترام توأم التواضع. عارفين الاحترام بيقل في الدنيا ليه؟ لأن الكبرياء بيزيد، الناس شايفة نفسها زيادة شوية. تلاحظوا لما بننزل البلاد والحتت الفقيرة والغلابة، الناس الطيبين البسطة عندهم الاحترام طبيعي عننا، تلقائي أكتر مننا، لأن طول ما أنا بفكر أنا معلوماتي إيه، حساباتي شكلها إيه، راكب عربية إيه، لابس إيه، ماشي ورايا كام واحد، إمكانياتي إيه، ده مخليني مش عارف أحترم اللي قصادي. الراجل الغلبان اللي الطبيعة علمته إن الناس كلها زي بعض، والبشر كلهم تراب في بعض، ومفيش غير ربنا الكبير، وتعالوا نحب بعض ونحترم بعض أيا كان. الناس دول عندهم احترام طبيعي وتلقائي مش لاقيينه احنا في مجتمعاتنا الراقية للأسف. إذا العلم والثقافة مش دايما بيعلو مستوى الاحترام. للأسف علمونا ما نحترمش الناس، وعلمونا ما نحترمش بعض، لأننا ما كانتش مصحوبة بمسيحية مظبوطة. في رومية 12 يقول: مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. ده احترام ولا تواضع؟ زي بعض. تقدم الآخر في الكرامة، يعني تحب تكرم اللي قصادك قبل منك. طب ما هو ده قمة الاحترام والتواضع. في بطرس الأولى 3 بيحكي عن سارة، يقول: كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها، التي صرتن أولادها صانعات خيرا وعدم وغير خائفات خوفا البت. زي ما أبونا إبراهيم يعني قدوة في حاجات كتير قوي، أمنا سارة كمان مليانة فضائل. من فضائل أمنا سارة عبر عنها واحد من القديسين، قال إن سارة كانت بتقول على إبراهيم في سرها سيدي، مش في وشه. عارفين الموقف ده؟ لما ربنا يسوع زار أبونا إبراهيم وكان معاه 2 ملائكة، سارة فضلت جوه في الخباء وقال له: يا أبونا إبراهيم السنة الجاية يكون معاك ولد. فسارة سمعت جوه وضحكت وقالت في بالها ايه، خلي بالكوا، قالت في سرها: هيبقى لي ولد ازاي وسيدي قد شيخ. يعني بتقول في سرها، مش الجدح شيخ، بتقول سيدي قد شيخ. يعني الاحترام واصل انه بينها وبين نفسها ما بتعرفش تناديه باسمه. تصوروا، احنا مش عاوزينها بالحرف، مش ده المقصود، انما مقصود كمية الاحترام الداخلي اللي جواها تجاه جوزها، كمية كبيرة قوي، شايفاه حاجة كبيرة قوي. فحتى
في جواها سرها الاحترام موجود، سيدي قد شاخ. وهنا بولس بطرس علق على دي، قال كانت تدعوه سيدي في حضوره وفي غيابه. كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطينا إياهن كرامة كالوارثات. شوف التعبير ده، أنت كمان هتحترم مراتك، أنا مش بقول بس الست الجوزها، لا أنت هتحترم مراتك لأن دي هتبقى قاعدة جنب المسيح في السماء كالوارثات نعمة الحياة. دي مش شريكة بس على الأرض، بنعمة ربنا وبحبكم هتبقى قديسة جنبك في السماء، كرامتها تنبع من مكانتها عند ربنا، مكانتها في السماء. فأنت بتبص لها بمنتهى الاحترام والتقدير والتكريم كالوارثات. شوف الكرامة جاية من فين، مش لأنها مجرد مراتك، لا ده القضية عندنا أكتر وأكبر من كده كتير. ده دي هتبقى قاعدة جنبها جز جنب العذراء والست دميانة، لأنها ست تقية بتخاف ربنا، ربنا يفرحها بالسماء. إذا كنت شايف النظرة دي تتعامل معاها بمنتهى الاحترام. فهنا تلاحظوا ان الكرامة او الاحترام او التقدير دي لغة متبادلة بين الكل، ومصدرها الاساسي موقف ربنا مننا زي ما هنحكي دلوقتي. معطينا اياهن كرامة كالوارثات معكم نعمة الحياة كي لا تعاق صلواتكم. قلة الاحترام تعوق الصلاة، طبعا مفهومة. لما يكون في نوع من الاهانات المباشرة او الغير مباشرة، مين يعرف يصلي؟ مين يقدر يتمتع بربنا في جو ملوش طعم يعني؟ إذا كانت الناس بتقول كلام تقيل، كلام يجرح، إنما لما يكون كل الكلام فيه أدب وذوق وكرامة واحترام، الجو كده يدخل ربنا بسهولة، يبقى جو حلو. التواضع هو نفسه مقدمة للاحترام، لأن التواضع معناه بتشوف الكل كبير. الشخص المتواضع كل إنسان بالنسبة له كبير، كل إنسان بالنسبة له مهم. المتواضع بيعمل حساب لكل بني آدم، المتواضع بيخاف على زعل كل إنسان، اللي هي نفس الكلام اللي قلناه عن الاحترام. نقطة تانية مهمة، الاحترام يصون أي علاقة. أي علاقة يتوفر فيها الاحترام تدوم وتنمو، وأي علاقة إنسانية ينتفي منها الاحترام تتدهور وممكن تقف أو تنهار. لأنه الاحترام يخليني مش بقول عليك كلمة وحشة، ده أنا ما أقبلش عليك كلمة، لأني بحترمك حتى لو مختلف معاك، بس ما أقبلش عليك كلمة، هو ده الاحترام، لأني بحترمك فما ينفعش حد يجي يتريق عليك. وده المنطلق اللي بنقول الإدانة غلط والاستهزاء غلط والسخرية غلط. ليه؟ مش انت بتحترم الكل بتحب الكل، ازاي تقبل يسخره من فلان؟ ما ينفعش، تبقى مش بتحب، وده اللي بتحترمه ما ينفعش حد يتريق عليه. طبعا بالأولى انت مش هتتريق، ما ينفعش لانك بتحترمه. الاحترام يخليك لا تقبل إهانة الآخر مش إهانة نفسك. الاحترام يخليك ما تنفعش تكشف عيوب حد قدام حد لانك بتحترمه، ما ينفعش تكشف عيوبه. فكركم هنا بموقف مثلا نوح لما تعرى. نوح اهان نفسه، نوح كقديس عظيم لما سكر في يوم، سكر دي الغلطة الوحيدة المذكورة عن نوح، وهو يعني لانه فلاح يعني بسيط ومش فاهم، كان فرحان بقى ان الطوفان خلص وبتاعه وقعد يشرب فنسي نفسه، فكان غلطة طبعا واتبهدل يعني. ولاده لان شايفين ابوهم حاجة كبيرة، شايفين نوح حاجة كبيرة، نوح ده المخلص، نوح ده ابونا، ما ينفعش ما نحترموش حتى لو في موقف غير محترم. كنعان لانه بقى شاب مستهتر بصله باحتقار وخد لعنة. اما سام ويافس استكتروا قوي الموضوع ده ورجعوا بمنتهى الاحترام، مش قادرين يبصوا على ابوهم في المنظر ده، جايبين ملاية كده وبيتحركوا بظهرهم عشان يغطوه لغاية ما يفوق، يعني عشان ما يعني ما يتجرحش قدامهم كأب، ما يصغرش قصادهم، وعشان تاني يوم لما يقولوا له صباح الخير يقدر يبص في وشهم. ده كان إحساسه، مش قابلين على أبوهم إنه يعني تتكسر عينه كده، ده لأن بيحبوه بيحترموه صح.
صور النهارده بقى التريقه على كل من هو كبير، دي لغه الشباب النهارده، التريقه على كل من هو كبير، على اب، على ام، على مدرس، على كاهن، على، طب دي حاجه مخيفه، ده معناه انه مفيش احترام لحد، معناه مفيش حب، معناه مفيش مبادئ، معناه تخاف من اي حاجه. طب ده هيحترم مراته ازاي؟ هيحترم اولاده ازاي؟ هيحترم حماه اذا ما كانش بيحترم ابوه؟ تبقى الحكايه معقده، تخوف. فاذا درس الاحترام ده، دي حاجه اساسيه جدا في المسيحيه، المسيحي يحترم كل احد وكل شيء. الاحترام يصون العلاقه، لان الاحترام هو اللي يلجم لسانك انك ما تقولش كلمه زياده وما تتصرفش تصرف زياده، لانك عندك مبدا الاحترام. فالاحترام بيمنعك انك تغلط، مش مهم اللي قصادك يغلط، انت لانك بتحترم نفسك بتحترم مبادئك، ما ينفعش ترد كلمه بالكلمه، دي مساله احترام، دي لغه مش بتاعتك. فان الاحترام بيصون العلاقه لانه بيمنعك من حاجات كثيره تندم عليها. يقول عن ربنا يسوع: الذي اذ شتم، طب ما دي اهانه للمسيح، لم يكن يشتم عمدا، واذ تالم لم يكن يهدد، لأن دي برضه ملهاش دعوة بالاحترام، بل كان يسلما لمن يقضي بعدل. يعني ربنا يسوع اتهان، كان ما ردش الإهانة بإهانة، ما عندوش الرد ده، ما يعرفش غير يحترم حتى اللي بيطلبوه. الاحترام عنوان الحرية ليه؟ معنى إن أنا بحترمك معناه إن أنت حر، لأني لو ما احترمتكش معناه أنا مش قابلك غير بالشكل اللي أنا عاوزه. فكوني بحبك بقول لك انت حر، ده احترام. فالاحترام والحريه كلمتين لازقين في بعض برضه، وطبعا لازق فيهم كلمه الحب، لاني بحبك بحترمك بدي لك حريه، ولاني بحترم ابني بدي له حريه. انما التسلط ومحاوله التشبث بالراي وفرض السلطه، كل ده معناه ان مفيش احترام طبعا ومفيش حب. وهنا بحب الأربعة حاح دول، حب وحكمة وحرية وحدود، الأربعة دول لو توفروا في أي علاقة يخلوها يعني أجمل ما يمكن. أي علاقة حلوة إنسانية يتوفر فيها حب، يتوفر فيها حكمة، يتوفر فيها حرية، يتوفر فيها حدود، تبقى علاقة ناضجة جدا بما فيها العلاقة مع الله. لأنه هقول لكم حاجة سوري، يعني احنا ساعات ما بنديش حرية لربنا. انت لما ربنا بيعمل حاجة انت مش عاوزها انت بتتخانق معاه، كأنه مش من حقه يعمل كده. احنا ساعات في علاقتنا مع ربنا مأيدينه، لان احنا تعودنا نأيد بعض، ازاي تعمل كده ده ربنا، بس انت بتتخانق كأنه حقك، كأنه ما ينفعش يعمل غير اللي انت عاوزه. ده انت اللي ما عدتش مدي حريه ربنا، يعني ربنا مديك كل الحريه حتى انك تقول له لا، وانت بتقول له مش من حقك يا رب تعمل غير اللي انا اقوله. اتقلبت الموازين، لان ما تعلمناش نحترم بعض، فحتى ربنا مالوش حريه عندنا. ربنا بقى بيحترم حريتنا بشكل رائع جدا. يعني صفه احترام الله للانسان دي اتكتب فيها كتب، يعني سوري في التعبير، ربنا مهذب بالزيادة. ازاي يبص الناس يبقى نفسه في حاجة ولان هم مش قابلين يفضل ساكت ويجي على نفسه كده؟ طب ده انت رب، ده انت اللي خلقته، طب دول ما يستاهلوش، دول ما بيفهموش، دول لا، هو ما بيستخدمش التعبيرات دي خالص، ما بتعديش عليه خالص، دول محترمين، دول من حقهم يعملوا اللي هم عاوزينه، دول اتخلقوا على صورتي، دول يقولوا لي لا انا اسكت، دول يقولوا لا انا اسكت لاني انا بحترمهم، حتى لو لا هتضرهم هفضل حايل مره واتنين والف، انما مش هكسر حريتي، مش هسحبها الحريه اللي خدوها، مش هسحبها لاني بحترمهم. استغرب جدا لما ربنا يقول: هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ طب ده ياما زوجات بتخبي عن جوزها، وياما بنخبي عن بعض، انا مش بحس ان انا لو خبيت عنك مش بحترمك. تصور بقى توصل العلاقة من الاحترام
ان انا ما اقدرش اخبي حاجة عنك وانت قريب ليا، كأني مش بحترمك، ما اقبلهاش على نفسي. ده ربنا بيعمل كده مع ابونا ابراهيم لانه خليل الله، صديق الله. فربنا بيقول ما ينفعش اخبي عنك. طب انت عارف ان ابونا ابراهيم مش هيعجبه القرار، لان لوط هناك، ابن اخوه هناك، فمش هيسيبك في حالك يا رب. لو قلت له سدوم وعمورة مش هيسيبك، معلش يعني، هيناهد وهيناقش وهيفاصل وهيعافر مش مهم، بس لازم يعرف. ليه لازم يعرف؟ مسألة احترام، حقه عليا يعرف. ليه؟ بيني وبينه احترام، احنا اصدقاء، احنا عشرة، احنا عهد. فاللي بيني وبينه ما ينفعش اخبي عنه، حقه عليا. وفعلا ربنا يكشف لابراهيم ويقول له معلش انا نويت اخلص على سدوم وعمور. ابونا ابراهيم يغير وشه بقى ويعملها زعلة ويهاتي، وازاي ويقولوا عليك ايه وديان الارض كلها لا يصنع عدلا، افرض فيها 50 واحد، طب ما ماشي، طب 40، طب 30، طب 20، طب. وربنا عمال يهاود، طب ما كنت من الاول ما قلتلوش وخلصت نفسك يا رب، يعني على ايه الصداع ده؟ لا لا، هنحكي وهيفاصل وهجيب ورا، وانا اللي هتنازل مرة واثنين وعشرة، بس هيفضل حقه عليا يعرف، لأنها مسألة احترام. شوفوا ربنا بيعمل إيه مع إنسان. وعلى فكرة خلي بالكم، أبونا إبراهيم بيحترم ربنا جدا، لأن لما ابتدى الفصال قال له إيه؟ قال له شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. أنا عارف حدودي كويس، أنا عارف إن أنت ربنا وأنا شوية تراب، بس بما إنك عودتني على الاحترام ده، بما إنك بتحبني إلى هذه الدرجة، أنا تربيت إن أنا أعبر عن اللي جوايا زي ما أنا عاوز. انا عارف حدودي، انت ربنا وانا تراب، بس لازم اقول لك اللي جوايا مش موافق، مش موافق. لوط هناك، طيب حبيبي عاوز ايه؟ احتمال 50، حاضر 40، ونبتدي نفاصل. ولما وقفت على 10، ابونا ابراهيم مكسوف يقول واحد، هو عاوز ينزلها لواحد اللي فيه لوط، فاضل لوط بس ملوش عين. ابونا ابراهيم يبص له في عينيه كده وكانه يقول له ايه، واللي عاوز تقوله كمان انا همشي. لوط حبيبك اللي في سدوم مش هسيبه يالك، احتراما ليك. لوط ما يستاهلش انه ينجو لان هو اختار لنفسه كده، لكن احتراما للعلاقه اللي بيننا يا ابونا ابراهيم مش هسيبه يهلك، حتى لو انت مكسوف تطلبها. ابونا ابراهيم اتكسف يطلبها خلاص، ما بعد كل الفصال ده. فربنا قال له من غير ما تقول. وفعلا ربنا ينجي لوط عشان خاطر ابونا ابراهيم. قمه الاحترام في التعامل بين الله وبين انسان، عشان لما نيجي نعامل بعض نحترم بعض جدا، نحترم حريه بعض وراي بعض، وتبقى حق من حقك عليا، من حقك عليا حاجات. ربنا حتى في دخوله حياتنا يقول ها انا ذا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد وفتح الباب. يا رب ابواب ايه اللي تتقفل في وشك؟ ده مين ده اللي يستجرى ما يفتحش؟ لا مش هيدخل غير لو انت فتحت. ويقف على الباب بالساعات وبالايام وبالسنين، بالسنين ربنا نفسه يدخل يقعد معاك ساعة، ويتركن سنين مش طايل الساعات دي عشان يحبك ويحكي معاك ويخلصك. برضه واقف على ارادتك احتراما لارادتك. يقول لاني دعوت فابيتم، مددت يدي وليس من يبالي. بيمد ايده ومحدش معبره، وهيفضل موقفه كده. اذا ربنا بيحترم ارادتنا ويحترم حريتنا بشكل، يعني لو فهمناه وقدرناه هنبص لبعض باحترام شديد قوي. لانه يعني تصوروا معايا لما الاقي مثلا واحد فيكم ربنا خلينا قداسة البابا بياخده بالحضن وعارفه بالاسم، هضطر عامله باحترام قوي، ده طلع شخصية مشهورة وكبيرة. طب ايه رأيك ان ربنا له كل المجد، كل واحد فيكم معروف عنده بالاسم وبمنتهى الاحترام بتعامل معه. لو انا فاهم كده لازم اعاملك باحترام، خلاص ما ينفعش. لو انا استوعبت الفكرة دي يبقى انت محترم جدا بغض النظر عن اي خطايا واي تقصيرات. جوانب الاحترام، لما بنقول كلمة احترام ليها مجالات. لما بتحترم واحد بتحترم شخصيته، بتقبله زي ما هو بميزاته وعيوبه،
تحترم رأيه. تحترم رأيه مش معناه لازم تاخد بيه، لا، بس تحترم رأيه. ما ينفعش تقول لواحد نونسنس، كلامك كلام فارغ. مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده. أي كلام بيقوله أي إنسان يحترم، من حقه يقول اللي هو عاوزه. مسألة رأي، مش بقول لك خد بيه ولا اسمع كلامه، مش بالضرورة، لكن لازم تحترم اللي بيتقال. احترم طموحه، أحلامه. ابنك بيحلم يبقى حاجة، احترم. مش لازم تقول له كلام فاضي اللي بتفكر فيه، خيال عيال، لا، احترم اللي هو بيحلم بيه وبيطمح له. احترم ضعفه، احترم ضعفه. لما يكون تعبان، عاجز، عصبي، مريض، مش قادر، احترم ضعفه. ربنا له المجد بيحترمنا في ضعفنا، ما بيطلبش اكتر من طاقتنا، بيحبنا واحنا في اسوأ لحظاتنا. احنا بيجيلنا لحظات ضعف كتير، واكتر ناس يحسوها القريبين. هل بنفضل نحترم بعض في اللحظات دي؟ دي حتة مهمة. احترم تعبه، لما يكون تعبان احترمه وهو تعبان. احترم اهله، من له مشكلة في الحياة الزوجية احيانا ان يكون مفيش احترام متبادل بين الطرف واهل الطرف الثاني، لانه ده جزء من احترامك لشريك حياتك. احترم اولوياته، هو بيحب ده اكتر من ده، احترم الرغبة والاولوية. احترم خصوصيته، من حقه يكون له خصوصية، من حقه، حتى في اضيق اقرب العلاقات. من حق مراتك تقفل على نفسها وتصلي لوحدها، مفيش حاجة اسمها عاوزة اصلي. يعني ليه تصلي لوحدك؟ عاوزة تشكي ربنا، عاوزة تشكيك يا اخي ربنا، مش هتعرف تصلي قدام قدامك. عاوزة يبقى لها خصوصية انها تعبر مثلا في ورق وتشكي همها. من حقها يكون لها اسرارها بينها وبين ربنا، بينها وبين نفسها. انت بتحبها وهي معاك واحد، ومع كده في خصوصيات، ما فيهاش حاجة. مع اولادك من حقهم يكون لهم خصوصيات، في احترام لكن كمان في خصوصية، هي دي الحرية. من حقه يبقى له بعض الاسرار. احترم الحرية بكل اشكالها. هقول ثلاث تعبيرات. طبعا تعبيرات الاحترام موضوع طويل قوي، يعني how to express respect ده موضوع طويل قوي، انما هتكلم في ثلاث نقط. الاحترام بالكلام، في الشكر، الشكر نوع من الاحترام او التقدير. الاحترام بالاعتذار، الاحترام بالانصات. انما انا عارف ان الموضوع اكبر من كده. الاول الشكر. للاسف في حاجات كتيره قوي في حياتنا بنتعود عليها، بنتعامل معاها كانها مسلمات. يعني كون الشمس طلعت الصبح لازم، فما حدش بيصحى يقول له اشكرك يا رب ان الشمس طلعت. الحقيقه باحترامنا لربنا انك تقول له كتر خيرك يا رب الشمس طلعت، لان يوم هتعك الدنيا ومش هتطلع الشمس هتعرف انه كتر خيره انه كان كل يوم بيطلع الشمس. يوم ما مراتك بتحط لك الاكل، من احترامك ليها انك تقول لها سلم ايديك كتر خيرك، لانه ده احترام. حقها تسمع كلمة حلوة لانها بتتعب معاك، ده نوع من الاحترام انها تسمع كلمة كويسة، ده تقدير. يوم حد بيعمل لك حاجة حتى لو كان واجب عليه برضو كنوع من الاحترام سمعه كلمة كويسة. هنا في حاجات كتير قوي في حياتنا بنعتبرها مسلمات، فبنستخسر نقول كلمة شكر او كلمة تقدير او كلمة تشجيع. دي قلة احترام. نوع من الاحترام انك تشبع كل واحد بالكلمة لما بيتعب، ايا كان التعب. المديح نوع من الاحترام، انك بتمدح الشخص في حاجة بيعملها، بتمدحه بجد مش كلام على الماشي، انك بتعبر بتعبيرات تحسسه بقيمة اللي بيعمله، كل ده احترام. لما تقول لولاك ما كانش هيحصل كذا، الفضل ليك في كذا، كتر خيرك على كذا، وتتفنن في استخدام تعبيرات تدي للإنسان إحساسه بالقيمة
انت بتسعده، ده حب، وكل ده احترام. لما بتحترمه قدام الناس بينعكس عليه جدا. يعني لما بتفتخر بابنك قدام الناس غير كمان لما تشجعه لوحده، دي ليها قيمة والتانية ليها قيمة أكبر كمان، قدام الناس ليها قيمة تاني. لو ربنا يشهد لناس من البشر قدام ناس تانية، يعني لما يوحنا المعمدان يسمع ان المسيح بيقول عليه في ظهره في غيابه، مفيش زي كده. ماذا خرجتم لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ كلا أقول لكم، النبي وأعظم من نبي. إيه السعادة اللي سعادها يوحنا لما يسمع أن ربنا له كل المجد؟ طب هو يوحنا محتاج التشجيع أو محتاج المديح؟ ربنا يسوع بيحبه، بيحترمه، مقدره، فبيشهد له في غيابه. دي حاجة حلوة، ده نوع من الاحترام، إنك تتكلم على الناس في غيابها كلام حلو، وفي حضورها كلام حلو. فبطرس الأولى يفكرنا بكلام العهد القديم، من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر. بطل الخبط والرزع بلسانك، كفف لسانك عن الشر، وشفتيه أن تتكلم بالمكر. قول كلام حلو، بلاش الكلام الخبط ده. اللي عاوز يشوف يومين حلوين في الدنيا ممكن يخلي اليومين حلوين بلسانه، لما يمشي كده يقول كلمة حلوة في حق كل واحد، لازم يومينه هيعدوا كويسين، وكمان هتبقى مقدمة لحياة أبدية لمجرد انه اتعلم يقول كلمة حلوة في حق كل واحد في وشه وفي ظهره. من تعبيرات الاحترام الاعتذار. للأسف الاعتذار برضو عملة نادرة زي ما التشجيع والتكريم والتقدير والشكر عمال يقل في القاموس، كمان الاعتذار بيقل. من حقك عليا لما اغلط اعتذر لك، لو انا بحترمك لازم اقول لك انا اسف، لازم مهما كان الغلط، ومش لازم ابرر، لان احيانا التبرير يبقى وسيله لالغاء الاعتذار، يغيظ يعني بقى بثبت لك ان انا مش غلطان قوي يعني. ياما ناس بتتغاظ من كلمه سوري دلوقتي، ليه؟ لانها كلمه يا اما بتتقال عمال على بطال، يا اما بتتقال وراها مقاله هتخليك تندم انك استنيت كلمه سوري، يعني هتطلع انت اللي غلطان في الاخر، يا اما يعني مقدمه لجدل وصراع طويل قلته احسن. لا، الاعتذار هو الاعتذار، انا اسف، انا غلطان وغلطان في كذا، ومعناها انا هحاول ما اعملش كده تاني، وانا مقدر اني تعبتك، انا عارف انك متضايق. هي دي فكرة الاعتذار، وده نفس موقفنا مع ربنا لما بتقول له سوري يا رب، معناه مش بتقولها له كده سد خانة، ما في فرق بين توبة وتوبة. في واحد بيقول له سوري يا رب ويقول كلمتين في الاعتراف وفاكر انه تاب، لا، التوبة معناها انك خجلان، وانك بتقول له نفسي ما اعملش كده فيك تاني، وانا عارف ان غلطتي تعبتك وكلفتك. هو نفس الموقف، لو بتحب ربنا وبتحترمه هتلاقي التوبة اكسبرسد باعتذارات حقيقية صادقة، ولو بتحب الناس وبتحترمهم هتلاقي الاعتذار بيطلع طبيعي. ومش معنى كده انك مش هتغلط تاني على فكرة، بس هيبان في حياتك انك فعلا بتحاول ما تغلطش، ولو ما حاولتش تبقى ما اعتذرتش. لو مش هتحاول تتغير يبقى اعتذارك اتسحب، يبقى كذبة، يبقى كلام في الهواء. أنا مش بقول تتغير، بقول تحاول. وده اللي بيحصل في التوبة. أنت بتيجي تعترف بتحاول تتغير. المحاولة بنقول لك ادخل اتناول، ربنا مسامحك. ليه؟ لأنك you are just trying. أنت بتحاول. لأنك يمكن مش قادر على نفسك، كويس. بس طول ما أنت بتحاول ربنا قابل اعتذارك. وإحنا بينا وبعض لو حسيت إنك بتحاول هقبلك، هقبل اعتذارك. وانت هتقبلني، لكن ما احس انك بتقول سوري وانت جواك مش ناوي تغير موقفك هتغاظ من السوري، مش هقبلها، هتغيظني اكتر. اذا الاعتذار تعبير احترام، والاعتذار معناه مش كلمة بس، ده موقف داخلي في كده، وعد داخلي انا هحاول، او خارجي انا هحاول ما اعملش كده تاني.
آخر كلمة من تعبيرات الاحترام الإنصات. لو أنا بحترمك لازم أسمعك وأركز معك، واللي جواك يهمني، اللي جواك يشغلني، ما ينفعش أتكلم أنا بس، يبقى أنا بحترم نفسي بس. دي برضو مشكلة في الزمن ده، الوقت بقى ضيق قوي والناس كترت قوي وكله عاوز يتكلم بس، مشكلة. لكن كل ما كانت العلاقة قوية وفي احترام، كل ما كان الانصات ضرورة. أتعجب من ربنا إنه قادر يسمع كل الناس دي، يا طولة بالك يا رب. يعني ساعات الواحد يقعد يلاقي اللي قصاده يعني يعيد ويزيد وعاوز يحكي في تفاصيل، والواحد طبعا الدقيقة محسوبة. وتلاقوا ايه، ساعات نبتدي من عند الطبيخ وتفاصيله، صدقوني. فتصوروا بقى انك تقف تكلم ربنا، قول اللي انت عاوزه وهو مركز. مركز، مش بقول او يسمع، لا، ربنا من احترامه لينا يقول ليس كلمة في لساني الا وانت يا رب سمعتها. اي حاجة هتقولها هيسمعها، وهيسمعها باهتمام وبتركيز. طب ده ما بيحصلش حتى بيننا وبين بعض، ما بيحصلش. وعشان كده الصلاة اكتر حاجة تريح، انك في الصلاة هتطلع كل اللي جواك، محدش هيقطعك. ولو مصدق وفاهم ربنا مركز كويس قوي، لا شغله تليفون ولا ورقة ولا بص يمين ولا بص شمال، هو مركز معاك 100%. ده هو مستني تحكي، وعاوز تحكي بالايام احكي، ده هيبقى ما فرحان اكتر. فالانصات لتعبير احترام، قد ايه بتسمع اللي حواليك، بتسمع رغباتهم، بتسمع اشتياقاتهم، بتسمع شكواهم، بتسمع انينهم، بتسمع دقات قلبهم، بتسمع كل اللي بيجدور جواهم. ده هو ده اللي بيخليهم يحس ان هم ليهم قيمة، انه عاوز يطلع اللي جواه. لإلهنا كل مجد وكرم.